كلام مهم جدا، الربط بين السمنة وبين معدلات الإصابة بأمراض خطيرة وربما لا قدر الله أيضا فقد الحياة. لكن لازم تفهموا حاجة، إن التعامل مع السمنة المفرطة مش تعامل شخص واحد في المنظومة العلاجية، ده فريق طبي متكامل. والكلمة دي ما تاخدوهاش على محمل من البساطة وتقولوا ده كلام دكاترة بتقوله عشان تبين مدى جهدها، لا ده واقع، واقع انت لازم تتتبعه. انت كمريض سمنة مفرطة، المنظومة اللي قدامك قياسها بالنسبة لك هل هي فريق طبي متكامل ولا حوار ذا فردية مطلقة؟ مخيف قوي الحوار ذو الفردية. ليه فريق طبي متكامل؟ لان احنا هنفهم النهاردة مين هذا الفريق الطبي المتكامل، الفريق المتكون من ايه، ولازم كله يكون على نفس القدرة والمهارة، لازم يكون زي ما بيقولوا كلاس ايه في كل حاجة، الجراح، فريق التخدير، التغذية، الدعم، المستشفى، التمريض. دي قصة كبيرة النهاردة هنفهمها بالتفصيل في كلمة بتاخدوها على معنى بسيط جدا ولكن واقعها الحقيقي أكبر مما تتخيله. عنوانها فريق طبي متكامل. ضيف اليوم هو واحد من نجوم هذا المجال، الاسم القدير الذي قدم الكثير من الأهمية لثقافة جراحات السمنة، وقدم الكثير من التفاصيل الهامة جدا بأسلوب بارع جدا، وأيضا أكيد عمل مهني تقني على أرقى مستوى. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. هل يحق للمريض أن يتأكد ويسأل؟ أنت دخلت في الكواليس. السؤال هو استفزني من العيانين، وأنت اللي بتعمل عملية؟ آه طبعا أنا اللي بعمل عملية. هي مسؤولية قصاد ربنا، ما ينفعش أن أنا أقول أن أنا هعمل العملية وبعد كده أسيبها للمساعدين يعملوا العملية. أنت جاي الجراح وقررت أن أنت تعمل عملية، إيه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك أن حد تاني اللي هيعملها؟ فأنا ببقى مستغرب، هو في حد تاني بيعمل كده؟ إيد واحدة هي اللي بتقص، إيد واحدة هي اللي بتحسب الحسابات في تحويل المسار، إيد واحدة هي اللي بتفتح، إيد واحدة هي اللي بتقفل الجروح. وبالتالي يبقى تقييم نزول في الوزن بعد كده أقدر أقيمه، لأن أنا ثبتت خلاص عمل الجراح. العملية دي مراحل، عاملة زي أبواب كتيرة ورا بعض. تمام. إيه المراحل؟ تحضير ما قبل العملية عن طريق الفحوصات، وهل العيان يصلح أنه يعمل عملية أو ما يصلحش. بعد كده المراحل جوه أوضة العمليات نفسها. كل خطوة عدم الثقة له تبعات وخيمة. لغاية لما العيان يخرج بسلام، كل نقطة لازم تتعمل بمنتهى الحذر. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. العب تكميم معدة؟ اشمعنى انت بتعمل تكميم معدة؟ ما في 1000 واحد بيعمل تكميم معدة، في 1000 واحد بيعمل تحويل مسار، وفي 1000 واحد بيعمل تحويل مسار كلاسيكي، انت ما بتختارش واحد من الألف. طب اما تيجي تختار، تختار مين؟ انت عايز واحد عمل 1000، 2، 3، 4، 5000، 10000 حالة، مش دكتور بيعمل تكميم، لا دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، ومش دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، فريق طبي متكامل عملوا أكتر من 10000 حالة. العيان هو أحسن مثال لنتيجة الدكتور اللي بيعبر عن قدرته في التعامل مع العملية. دكتور، تخدير، رعاية، تغذية، متابعة، هو ده الفريق المتكامل اللي تقدر بيه تبقى مطمن. استنى بس هنقول إيه؟ دكتور وليد إبراهيم المانشيت. إذن هذا هو المانشيت، لكن اسمحوا لي قبل أن نذهب للمانشيت الرئيسي في حوارنا اليوم أن أرحب بضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، استشاري جراحات السمنة والمناظير وأستاذ جراحة السمنة من كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو. منور، سعادة كبيرة عندنا أن أنت النهاردة موجود معنا. لكن
خلينا أقول لك إنه المانشيت الذي يفرض نفسه بقوة هو أن جراحة السمنة ليست لعبة فردية. خلينا أقولها بطريقة تانية، ولكنها منظومة جماعية. مع عذرا طبعا إن نقول كلمة لعبة، لأن جراحة السمنة أعظم من إنها تقال عليها لعبة، دي حاجة تتعلق بالحياة. لكن عشان نلخص المسألة في دماغ الناس ما بين فردية وجماعية، دايما كلمة فردية بتعني شخص. هي منظومة. منظومة. منظومة فيها أطراف كتيرة قوي، لأن هدف المنظومة مش مجرد إن إحنا بنعمل عملية وبنقص. برانش جراحة السمنة مختلف عن الفروع التانية في الجراحة. يعني على سبيل المثال في الأورام مثلا، تقريبا كل العيانين مختلف الستيجنج، اللي هو مراحل تطور السرطان بطريقة مختلفة، فكل واحد بيترسم له خريطة معينة. إنما احنا بنتكلم في ناس عندها زيادة في الوزن، ده رقم واحد، وبالتالي هو مش مريض. يعني هو عيان السمنة، هو جاي على رجليه وجاي يعمل عملية. فلو أنا حطيت نفسي مكانه، طب أنا ماشي على رجلي، وزني 130-120 كيلو أو حتى 100 كيلو مضايقني، بس أنا ماشي على رجلي وما عنديش مرض، فأنا عايز أعمل عملية، وهخش أعمل عملية بالمنظار واتيفر هي تكميم أو تحويل، بس سوري لا أتقبل حدوث أي أعراض جانبية. لأنه في كثير من الأحيان جاي بجملة أنا ما بشتكيش من حاجة، أنا ما عنديش حاجة، حتى لو عنده حاجات كقنبلة موقوتة كأعراض جانبية لزيادة الوزن، السكر والضغط، هيقول لك ده أمر الله، أنا عندي سكر وضغط نتيجة لزيادة الوزن، أو ده قضاء ربنا وأنا عندي سكر وضغط. وبالتالي أنا يعني لو حصل لي أعراض جانبية، ليه يحصل لي أعراض جانبية؟ أنا إيه اللي دخلني أصلاً إن أنا أعمل عملية؟ بمنتهى البساطة، هو لا قدر الله لما بتحصل أعراض جانبية يقول لك أنا طب أنا ليه؟ وأنا يا ريتني ما كنت عملت العملية. فالكير لمريض السمنة مختلف، زي مريض التجميل لا يتقبل إن يحصل فيه أعراض جانبية. نفس الأسبكت. بس على الرغم إن دي جراحات خاضعة لمنظومة طبية، ودي جراحات تجميل او جراحات السمنه، هي جراحات في الاول والاخر، هو طب. احنا ممكن ناخد حقنه يحصل لنا، يعني لسه من 10 دقائق مريضه عامله من شهرين خدت قرص سيليبريكس اللي هو زي الاسبرين، فحصل لها ماركت انافلاكسيس، حساسيه وبدات نقط حمراء تظهر. أي حد ممكن يحصل له كده، وأي حد ممكن لا قدر الله يخش أوضة العمليات ويحصل مشكلة نتيجة الحقنة. هو في الأول والآخر طب، بس ده بيخلينا نوصل لمستوى أعلى من التفكير، اللي هو إن احنا نجهز المنظومة على أعلى مستوى. لو كان في نسبة حدوث أعراض جانبية في الجراحات ولتكن 1-2% وده على مستوى العالم، لا احنا بنحاول نخلي السيستم ان احنا نوصل لنسبة نجاح 99.9%، عشان كذا سبب. اول حاجة يبقى احنا عملنا كل الوسائل قصاد ربنا ان احنا ما سيبناش اي حاجة. الكلام ده احنا بنقول احنا نقصد بيه مجتمع جراحات السمنة كله، مجتمع جراح بنحاول دايما ان نوصل ان يبقى العيان في اعلى صور من صور الامان. يس. لان انا يهمني السيفتي، امان المريض هو اللي بالنسبه لي اهم حاجه. لما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على النزول، احنا ما بنعملش عمليه لمجرد ان احنا ننزل في الوزن، لا، بنعمل عمليه عشان ننزل في الوزن وتبقى صحتنا كويسه ونعيش حياه طبيعيه. نفس الكلام، احنا بنعمل عمليه فلازم نبقى على اعلى مستوى من مستويات الامان. محمد صلاح بيجيب جول لوحده؟ مستحيل. واي لعيب في كرة القدم عمره ما يعرف يجيب جول لوحده. يمكن احنا لما بدأنا جراحات السمنة من 10 سنين وبدأنا نتكلم وبدأنا نوعي الناس، احنا كنا بنحاول نجيب جول لوحدينا، بس في خلال الفترة دي كلها عشان نوصل لمستوى محترم من الرعاية الطبية
كان لازم يبقى فيه منظومة. المنظومة دي العيان ممكن يبص لها على انها نوع من انواع الماركتنج او نوع من انواع الدعايه، لا. المنظومه دي ان احنا مثلا واحنا جوه اوضه العمليات في منظومه، ان انا معايا مساعد ومعايا المساعد اللي ماسك الكاميرا ومساعد تاني معايا وانا واقف في النص والمريض موجود، دي نفسها منظومه. دي فرقه لوحدها، دي فرقه اللي هو بنعمل العملية عشان نوصل ان احنا تتعمل في 25 دقيقة. وعمل الزمن دايما على فكرة مش هو المعيار في اي عملية جراحية، ان انا بعملها 25 دقيقة معناه ان انا شاطر، لا. انا يهمني في الاول والاخر الامان، سيفتي، بس عملها 25 دقيقة وسيف خلاص اوكي. فعشان نوصل للمنظومة ان انا اعمل العملية سيف وان انا اعملها في 25 دقيقة وان العيان اول ما يخش على طربيزة العمليات فيتخدر ويبقى امان واقدر انا انفخ البطن بالغاز وادخل المنظار وابدا اشتغل وابدا اسلك وابدا اخد الدباسات وادبس وبعد كده اعمل اختبار التسريب واخلص القصه دي 25 او 30 دقيقه بصوره سيف، وان العيان يخلص العمليه ويطلع بامان ويفوق يخش الافاقه ويطلع فوق، فناس تبقى فاهمه تبص عليه كتمريض او مساعدين، ويبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ملاحظة ناتجة من خبرات سابقة، وبعد كده يبقى تحت المنظار لمدة شهر عن طريق التواصل وعن طريق التليفونات وعن طريق الزيارات للعيادة، تجنبا لحدوث أعراض جانبية قد تحدث نتيجة لأي عملية في خلال الأسبوعين الأولانيين. كل دي هي دي المنظومة اللي بتستمر بعد شهر من العملية مع دكتور التغذية. وهل هو هيبقى في الناس العادية اللي هم 95% اللي بينزلوا بصورة طبيعية وبيأكلوا وبيتحركوا زي الفل، ولا هل هو من 5% اللي بيبقى عندهم صعوبة في النزول نتيجة لمشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلة في فيتامين دي أو مشكلة في الحركة أو مشكلة في قلة السوائل لغاية لما يوصل للوزن اللي هو عايزه؟ ما هي دي مسؤولية من أول دخول العيان أوضة العمليات لغاية لما يخس بعد سنة أو سنة ونص. لا يمكن فرد يقدر يعمل القصة دي كلها من A to Z، لازم يبقى فيه منظومة حواليه. المنظومة دي مش مجرد أشخاص بيقوموا بوظيفة، ده ناس محترفة اتعلمت الكلام ده وكل في مكانه عشان نوصل لأعلى درجة من الأمان. السؤال اللي أنا دايما أتردد في إن أنا أسأله لك أو أسأله عموما، يعني هو سؤال إعلامي بس سؤال علمي واقعي، كيف يمكن اختيار المنظومة التي تجري جراحة السمنة؟ السؤال ده سؤال صعب ولا سهل؟ يمكن أنا جاوبت عليها وجاوبت عليها العيانين لما بيجوا يسألونا. المريض هو الإعلان الحقيقي لأي طبيب. عمر المريض ما بيكذب ابدا، هو اللي بيقول انا اتعاملت بالطريقه الفلانيه وعملت كذا ولقيت كذا ولما احتجت الدكتور في الوقت الفلاني لقيته. وعلى فكره لو انا هعمل عمليه وانا من وسط الجماهير وهختار المرضى اللي عملوا وهختار المرضى من وسط المرضى دول اللي حصل لهم مشاكل نتيجة للعملية، ومنهم أقدر أخد استبيان حقيقي للدكتور، لأن الخبرة الحقيقية ما بتظهرش بس إن أنت بتعمل عملية. الخبرة الحقيقية لأي جراح في أي فرع من فروع الطب بتظهر مع تعاملك مع الأعراض الجانبية للعملية، وده بيبقى ناتج من الخبرات اللي أنت خدتها. أنت عملت عملية غير ما عملت 1000، غير ما عملت 5000، غير ما عملت 10000. انت بتقابل، يعني في الكتب بيقولك الأعراض الجانبية دي موجودة بس بنسبة 1 للـ1000. انت ممكن تعمل 1000 وما تقابلش العرض الجانبي ده، وممكن تعمل 1 وتقابل العرض الجانبي، بس نسبة ان انت تقابله لازم تبقى معدي عدد كبير. ممكن ما تقابلش العرض الجانبي ده اللي ممكن يحصل في 1 في الـ1000 إلا لما تعمل 5000،
وساعتها هتقدر تتعامل معاه. فالعيان اللي بعده يحصل له العرض ده هتبدأ يبقى فيه تعامل طبي سليم. هي دي المنظومة اللي هي منظومة متكاملة محترفة عشان توصل لأعلى معدلات الأمان. على فكرة جزء من المنظومة في وقت من الأوقات بيكون المريض نفسه، لأنه بعد العملية هو نفسه بقى خلاص معانا في المنظومة جوه الترس. ترس مهم ولازم يشتغل بنجاح. هسمعك، احنا خلاص عودنا ان احنا نسمع العيانين. وانت قلت جملة مهمة جدا، أصدق من ينقل التجربة المريض التي هو المريض نفسه. فعشان كده بنسمعهم دلوقتي كتير، وبنسمعهم في حالة هدوء، يعني مش في حالة توتر خالص، بعد ممكن شهور من العملية. فبنسمعه وهو مر بكل الأحاسيس، في أوقات معينة بإحساس النجاح، في أوقات معينة تانية بإحساس إنه ممكن يكون هيفشل، في إحساس إن بعد كده إن أنا لا ده أنا نجحت قوي كمان. تعالوا نسمع المريض قوي المرة دي. اسمي أسامة حسين، بعمل عملية تكميم مع أستاذ دكتور وليد إبراهيم. أنا أصلاً بعمل العملية مش عشان وزن أكتر منها، عشان السكر عندي عالي، ولكن لما قعدت مع الدكتور وليد إبراهيم قال لي إن وزنك لما هينزل هيخلي مستقبلات الأنسولين هتبقى أعلى، والأكل هيقل، نشاطك هيزيد، وقدر بشخصيته ان هو يقنعني ان انا ادخل في مساله التكميم، وعشمي في ربنا سبحانه وتعالى ان انا اقدر انقل لكم تجربتي كلها. اسمي اسامه حسين، 57 سنه، عملت العمليه من سنه وخمس اشهر تكميم معده. انا وزني كان 101.5 ونزل ل 81. بمارس حياتي طبعا بشكل مختلف، لكن انا برضو الوجه اللي دكتور وليد من الناس الممتازة والمحترمة، ودكتور شاطر ومجتهد، ما عنديش أي مشاكل لا في معدتي ولا في صحتي، ولا أقدر أقوله الحمد لله، هي نعمة. توصيف المريض بأنها نعمة نخس ده شيء مهم قوي. ما هو كان عنده مشكلة السكر. وفي برضو حاجة شائعة، إن الناس اللي عندها سكر مع زيادة في الوزن، وحتى لو كانت يعني طفيفة 20-25 كيلو، فهو تحويل المسار هو الحل الأمثل، اللي هو هيجيب من الآخر، اللي هو هيقضي على السكر وفي نفس الوقت هينزل الوزن. وكل الدراسات اللي اتعملت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا لقوا إن تكميم المعدة تأثيره على السكر من النوع الثاني يكاد يشابه عملية تحويل المسار بالضبط، طبعا مع مميزات تكميم المعده اللي هي فيتامينز من 8 اشهر ل 12 شهر، مالتي فيتامين وانس دايلي، مره واحده في اليوم، فما فيش نقص في الفيتامينز. دي الصوره اللي هي كل الناس عارفاها تقريبا عن تكميم المعده. وان احنا ما بنقولش ان احنا هنقص 85 او 90 زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا بنشيل اكبر جزء ممكن من المعده ممكن يتشال، خاصه الجزء اللي فوق اللي فيه هرمون الجوع، وبنسيب اقل جزء يقوم بوظيفه المعده الا وهي ريزرفوار، بيبقى في شكل انبوبه، اللي هي ياخد كميه اكل او فوليوم لا يتعدى من 80 ل 120 سي سي فوليوم. الأجزاء اللي بتتشال هي الأجزاء القابلة للتمدد. وده بيوصلنا لسؤال ناس كتير قوي بتسأله بعد ما تكميم المعدة بقى منتشر على مستوى مصر والوطن العربي، إن العملية بدأت سمعتها إلى حد ما تسوء، لأن في بدأت ناس ترجع في الوزن. الرجوع في الوزن بعد عمليات تكميم المعدة بيبقى راجع لحاجتين. الأول بيبقى، فاكر الحلقة اللي فاتت كنا قلنا تو فاكتورز، هخس قد إيه، فعامل الفاكتورز الأولاني على الجراح والفاكتور الثاني على العيان، وهو فعلا برضو لو قسمناها لقاها تو فاكتور. سبب زيادة الوزن بعد تكميم المعدة، الفاكتور الأول أو العامل الأول على الجراح، إن القصة ما كانتش مظبوطة. طب إزاي ما كانتش مظبوطة؟ إنه ساب جزء قابل للتمدد. طب أنهي جزء قابل للتمدد؟ حتتين، الجزء اللي فوق اللي في قبة المعدة هو قابل للتمدد، والجزء اللي تحت اللي هو الأنترم ده قابل للتمدد. فلو الجزئين دول اتشالوا أكرت بالظبط وما تسبش حتت فيهم زيادة،
يبقى نسبة حدوث زيادة في الوزن نتيجة لتمدد المعدة ضئيل جدا. طب العامل الثاني لزيادة الوزن بعد عمليات تكميم المعدة؟ عامل المريض، السعرات الحرارية. هو لو معدتنا قد الاستوديو وحولناها قد المج ده، هل لو حطيت فيها بروتين زي ما هملاها شوكولاتة كسعرات حرارية؟ لا طبعا، مستحيل. فالسعرات الحرارية اليومية المتتالية اللي هم السويت إيتر والحاجات اللي فيها سعرات حرارية اللي هو طلقيط بقى، يقعد يلقط شوكولاتاية محشية. المحشي ده كويس كرز كربوهيدرات كويس. لا، مكسرات. سوداني، مشروبات غازية، لب، فشار كتير. هو بيعتقد ان هو ما بياكلش. سبب من اسباب الثبات وسبب من اسباب الزياده. في عامل ثالث، نوعيه الانسجه، وده اللي احنا يعني ده اللي اثبتته الدراسات وده اللي احنا شفناه على ارض الواقع. الادلت اللي اقل من 20 سنه، نوعيه الانسجه، انسجه المعده فيها الاستيك فايبر، فيها الاستسي اعلى. يس، مرونة. وبالتالي فيها مرونه عاليه جدا، فمهما اتقصت بيبقى عندها قابليه ان يحصل فيها تمدد اعلى من كلما زدنا في السن. معنى كده ان احنا قابليه التمدد في العشرينات اعلى من الثلاثينات، اعلى من الاربعينات، اعلى من الخمسينات. كل ما عمرنا تقدم كل ما قابليه تمدد المعده بالنسبه لنا قلت، فكل ما كان نجاح العمليه اعلى. ده عامل قدام عامل الحرق اللي بيقل، يعني انت عندك عاملين عكس بعض. تمام، مع تقدم السن عامل الحرق بيقل، بس في ميزه ان التمدد بيقل بس كمان. وعشان كده هي لازم تبقى منظومه. يعني لازم تبقى دور الجراح كقصه، تبقى القصه مظبوطه ويدعم ده بالاشعه ثلاثيه الابعاد عشان نبقى متاكدين ان القصه مظبوطه وان الجزء اللي فوق اتشال والجزء اللي تحت اتشال. وبعد كده يبقى في منظومه التغذيه اللي هو نوعيات الغذاء المظبوطه اللي هي البروتينات والهاي فايبر دايت عشان تحسسنا بالشبع. وبعد كده الاستمرارية. هدف عملية تكميم المعدة هو تغيير الكيميكال اللي جوه دماغنا أكتر من إن احنا نغير عاداتنا الغذائية. أنا عايز أوصل إن أنا ما بقتش مغرم بالأكل، أنا خدت كفايتي، إني ما وصلش لحد الشبع. لأن أنا ممكن أوصل لحد الشبع وآكل وأرجع ويحصل تمدد في المعدة. أنا بتكلم على الناس الصغيرة. هدف العملية ان خلاص اتعودت على كميات قليلة، فتبدأ الكيميكالز عندي في دماغي ان ده بقى أسلوب حياتي. انا باكل لمجرد ان انا اشبع، مش قاعد على السفرة عشان اكل لغاية لما الى ما لا نهاية، لغاية لما اكل يخلص. دايما اقول ان الخطر كله من الناس اللي عندها مبدأ ان ما باكلش لغاية لما اشبع، ده انا باكل لغاية لما الاكل يخلص. وفي ناس عندها مبدأ أسوأ من كده، مبدأ أعلى من كده. أنا مش باكل لغاية لما أكل يخلص، لا، ده أنا باكل لغاية لما الأكل اللي عند الراجل اللي أنا باكل عنده يخلص. يعني مش أكلي، لا، ده أنا بطلب تاني وكمالة وزود. ده فكرني بمريض كان جاي يعمل تكميم معدة، زوجته عملت تكميم معدة من سنة وخست بطريقة رائعة، لأن هي كان عندها الرغبة إن هي تعمل عملية وإن هي تخس. كلمة الرغبة دي نحطها بين قوسين، هي أجبرته إن هو يعمل عملية، وجه وعمل العملية والقصة كانت مظبوطة تماما. وبعد أسبوعين فوجئت إنه بيكلمني بيقول لي أنا باكل وباكل كميات أكل كبيرة. قلت له طب خلاص، يعني مؤقتا كده انتظر شوية بس واهدى في الأكل وخد بروتينات. يوم يومين ثلاثة رحت عامل أشعة فلقيت القصة مظبوطة، بس هو هياكل فبياكل وبيرجع، يعني بيزود عن كمية الأكل لأن الرغبة عنده. هو عامل العملية، طب أنت هتعمل لي عملية؟ طب أنا برضو هياكل. طب ما هو أنت أكيد في وقت من الأوقات العملية دي مش هتكلل بالنجاح،
اصل احنا ما بنقصش القصة وخلاص، هو بقى في الاول والاخر دي انسجة طبيعية، انسجة حية. احنا هناكل هنرجع مرة واثنين وثلاثة، هتدوس على نفسك في الاكل هترجع، بس هيحصل تمدد في المعدة من كتر الترجيع. فالرغبة النفسية اللي هو انا بعمل العملية عشان اخس، فانا هتبع المنظومة، فانا هبدأ اخس فعلا، دي مهمة جدا في نجاح العملية. هي مهمة جدا في كلمة نجاح، انك تبقى فاهم ان هذه العملية ليست مجرد عملية، هي حياة، وهذه الحياة فيها شركاء، شركاء حياة، شركاء الحياة احنا شرحنا جزء منهم دلوقتي. اللعبة مش فردية، دي لعبة جماعية، وهي مش لعبة، هي الحقيقة أكبر بكتير من أنها توصف كده، لكن هي حياة. جراحات السمنة يا جماعة جراحات فيها شراكة كبيرة جدا جدا. فالمنشط بتاعنا النهاردة أنه التيمورك، منظومة، والمريض داخل في المنظومة ولازم يشاركنا في المنظومة. زي ما احنا عملنا منظومة وبنمد ايدينا عشان نساعده ونخلصه من السمنة، لازم يبقى هو عنده الفكر والرغبة الحقيقية انه ينزل في الوزن عشان تنجح العملية وعشان تكتمل المنظومة. عايز اسمع المانشيت مرة اخرى بس في الاخر. ضيف العزيز ده بتنورنا وبتبدع كالعادة. شكرا. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استشاري جراحة السمنة والمناظير، استاذ جراحة السمنة المفردة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الافسو، كان ضيفي في واحدة من ارقى حلقاتنا. قبل ان نختم لازم نقول شيء مهم جدا، انه منظومة كلية الطب جامعة عين شمس منظومة غاية في النجاح في عالم جراحات السمنة، قدمت نموذج رائع في الشرق الأوسط، أعتقد أنه النموذج الأفضل على الإطلاق في المنطقة الشرق الأوسط، بل واحد من النماذج العالمية. فده شيء يعني أنا شايفه يعني بمنتهى الرقي، وده شيء رائع جدا جدا جدا، مش مجاملة لكن ده واقع. طبعا جامعة عين شمس ليها دور كبير في حياتنا، واحنا نفخر ان احنا تلامذة كلية طب دمرداش جامعة عين شمس. الحقيقة نحن عندما ننظر للي بيحصل في هذه المنظومة في جامعة عين شمس حاجة تدعو للفخر. كل التحية للقائمين عليها، كل التحية لهذا المعنى المهم لكلمة عمل جماعي في كل شيء. هنشوف في منشط كيف يكون العمل الجماعي دائما معك. نورت يا دكتور. شكرا. خليكوا دايما معنا.